هنا موضوع مهم لازم نتكلم فيه، عوده الجماهير، وده الامر في منتهى الاهميه. انا بقالي بالظبط قبل الانتخابات بشهر، اول مره اقول الكلام ده، واول مره زمايلي في مجلس الاداره يعرفوا الكلام ده من شهر، لكن هم عرفوه الفتره اللي فاتت. ان كنا احاول اتكلم مع بعض الساده المسؤولين ازاي نرجع جمهور النادي الاهلي تاني، ازاي الجمهور، مش انا عايز ارجع كل جمهور مصر، ازاي الملاعب دي تتملي تاني. فقعدت في اكتر من مش عايز اقول 10 لقاءات مع مسؤولين مختلفين، وكان في الحقيقه نظم وفي ورقه عمل موجوده، ازاي نتحرك مع الجمهور، ازاي نتحرك مع الاعلام، ازاي نتحرك مع الامن، نتحرك ازاي منظومه واحده عشان عوده الناس. وكنا ماشيين خطوات كانت ايجابيه الى ان حدث الموضوع الاخير ده بتاع ماتش منانا، موضوع مرفوض تماما، ولازم الناس تفهم كده. ولازم هنا برضو بالمناسبه، عشان انا قلت انا طلعت عملت كلمتين للناس مش هعيدهم، خلاص مرفوض تماما. لكن النادي الاهلي لازم يدي، مش عايز اقول يدي ايه، دايما هو الرائد في كل حاجه، حتى في جماهيره، حتى في طريقه تشجيعه، هو ده النادي الاهلي. نامل نعيد ده تاني، بس فعلا احنا رجعنا، وزي ما انا قلت في كلمتي للجمهور يوم ما كان في مجلس اداره وخدنا بعض القرارات، انا شخصيا قلت هقول انا البيان ده، وهقول انا عايز اكلم ناس، وهقول انا القرارات. كلمت للناس، بس كلمت اللي انا حاسه، بل انا عشته. انا دخلت الاهلي 70 وانا لعيب قد كده، حسيته في مدار ال 50 سنه دي. خلاص الناس اللي مش حاسه بقيمه الاهلي لازم يفهموا ان هم غلطانين، لازم يفهموا ان جمهورنا هو الداعم لينا. اللي يندس في وسطهم حد يبوظ العلاقه دي، لا مش مسموح، مش مسموح خالص، ومش هنسمح بيه خالص. عشان كده للاسف رجعنا كذا خطوه لورا، هنهدى ونحاول نعيد ده مره ثانيه، ونامل الناس تساعدنا فيه ان شاء الله.